يمكن العشر الأواخر لا مبالاة. نرجع قصة الشاب يقول ضاق صوبي رمضان أكره أيام السنة. يقول بدأ رمضان وتمر الأيام لضيق في الصدر بهم وغم. يقول ضاق صدري كثرة المعاصي لم تزدني إلا هما وتعاسة. يقول في ليلة من الليالي في العشر الأواخر يقول طلعت شفت عند البحر زحمة زحمة كبيرة من السيارات صوب البحر طالع. يقول شفت ليش الشارع مسكر. يقول وانا نزلت الجام سألت واحد بالسيارة جنبي قلت ايش صاير؟ قال الليلة 27. قلت خير؟ قال هذا المسجد الكبير. ولين انا شو اللي جابني هنا؟ يقول لين دشيت بالسيارة مكان زحمة مو قادر اطلع. يقول اطالع واسمع صوت جميل صوت ندي من المسجد الكبير ورأيت عشرات الالوف يصلون في الشارع. قلت يا الله اطفال وشيوخ والجو رطب. قلت هذا شو يسوون؟ اجن الناس بهذا الحر يصلون؟ يقول ما ادري الا انني اوقف سيارتي مع الناس. يقول شفت الناس يطلعون من السيارات طلعت معهم ما ادري ليش. يقول فذهبت الى المسجد وتوضأت وذهبت الى الرصيف فكبرت مع الناس وصليت. يقسم هذا الرجل يقول 23 سنة ما ركعت لله ركعة. 23 سنة ما صليت لله. يقول لأول مرة أصلي في ليلة 27. يقول فصليت فانفجرت بالبكاء والإمام يدعو يا الله. يقول الشيخ يدعو وأنا أبكي. تعرفون دعاء الشيخ مشاري العفاسي في هذه الليلة الله يحفظه. يقول وهو يدعو وأنا أبكي 23 سنة ما صليت. يقول وانفجرت بالبكاء. يقول وسجدت وأنا أبكي وسلمت وأنا أبكي. يقول ومن وقتها أعلنت توبتي لله عز وجل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بدل حياته فأولئك